اليوم انتم هل ستحموا الطائف؟ خلينا نروح على الهدف الاساسي من هذا الموضوع. هناك اقتراحات سمعناها من العهد ومن يحيط بالعهد، وانا بعتبر هالاقتراحات هي بدعة اجريساتية، انه تعوا لنحدد مهلة لرئيس الحكومة ليشكل، ومنحدد مهلة لرئيس الجمهورية ليدعي لاستشارات نيابية. بشرفك انا بدي اسالك، هيدا مش استغباء لعقول اللبنانيين؟ انه الدستور واضح بيقول له لرئيس الجمهوريه بس تستقيل الحكومه انت بدك تدعي لاستشارات ملزمه. النص الدستوري واضح. بدكم تروحوا بتقولوا له لرئيس الحكومه انه نحن ما حط لك مهله لتشكل حكومه، يعني انتم بدكم اياه باش كاتب. هن بدهم رئيس الحكومه ضمن المنظومه، بدهم اياه باش كاتب، بيطلع له التشكيله لرئيس الجمهوريه ما بتعجبه، بحطها حد منه، بيترك المهل لتقطع وبيقول له يلا روح على البيت انا بجيب غيرك. نحن ما بنمشي بهذا الطرح. ما بنمشي فيه ولا تحت اي ضغوطات ممكن تتمارس علينا. بس اليوم في سؤال جوهري لازم يتوجه لهذا الفريق. انتوا مصرين تتبعوا نفس الاسلوب بضرب كل مقومات العيش الواحد بلبنان وضرب كل مؤسسات الدولة اللبنانية كرمال تروحوا على تعديل اتفاق الطائف؟ طلعوا قولوها بكل جرأة، قولوا انه نحن وصلنا البلد لهون، وصلنا المواطن اللبناني للدرك الاسفل، كرمال نحن بدنا نروح تحت احلام واهية انه بدنا نعدل اتفاق الطائف. اتفاق الطائف نحن مش متمسكين فيه هيك، اتفاق الطائف نحن متمسكين فيه لأنه نقل لبنان من حقبة الدم إلى حقبة السياسة، من حقبة الدم إلى حقبة الدستور والقوانين. نحن كرمال هيك متمسكين باتفاق الطائف. طب بس البعض يقول أنه من مصلحة، عذرا عم نحكي بطريقة يمكن شوي طائفية ولكن هي تركيبة البلد، أنه البعض يقول أنه من يمكن حسنات تغيير الطائف راح تصب كلها للإسلام بدل المناصفة، ورغم هذه الفرق الديموغرافي الكتير كبير ما بين الإسلام والمسيحية يمكن تصير بدل المناصفة مثالثة، وهيدا لصالح السنة والشيعة في لبنان. يعني هلأ جبران باسيل والعهد عم يشتغل ليخدم المسلمين بلبنان ضمن الدستور؟ يعني طب ليه عم تاخدوا عن نية سيئة؟ ممكن يكون في نية. مش عم باخد نية سيئة نخيي، نحن المسلمين عم نقلكم نحن ما منقبل إلا نكون بمناصفة معكم. نحن منعرف أنه من الأسس الأساسية لهذا البلد أنه يكون في مناصفة ما بين المسلم والمسيحي. لا نروح بمرحلة متقدمة إلى الدولة المدنية، ساعتها كل هذا الكلام ما في داعي لإله. طيب كنت عم تحكي عن تخوف بالفترة السابقة من فتنة، هل بعد هذا التخوف برأيك موجود؟ نحن بالنسبة لإلنا نحن مش حنكون بولا مكان بأجج نار الفتنة بلبنان. نحن إيدنا ممدودة لكل الأفريقيا، وفي يقول لك نحن أكثر طرف ضمن المنظومة اللبنانية ضحى في سبيل إيقاف الفتنة الداخلية بالدولة اللبنانية، ونحن اللي دفعنا أثمان ما حدا غيرنا. طيب ضجت الساحة اللبنانية بموضوع مرسوم التجنيس، وكان واضح عدم قبول أساسا وزير الداخلية قال أنه أنا أبدا لو وصل لي ما رح أقبل فيه، وجو رئيس الحكومة أيضا كمان واضح بأنه هو رافض هكذا مرسوم. شو رأيك بهذا الموضوع؟ المرسوم إله يعني نبلش فيه بثلاث نقاط. أول شيء قبل ما نحكي بثلاث نقاط، أنت عم تحكي عن مرسوم موجود بأروقة القصر عم يتحضر له فترة طويلة، يعني يا ريت الوقت اللي عطوه لهذا المرسوم عطوه لجهد يصرفوه لمعالجة قضايا الناس ويسهلوا أمور حياة الناس، كان أفضل من الوقت اللي انصرف على هذا المرسوم. نحن اليوم عم نحكي عن مرسوم في 5000 مسيحي 300 علوي. أوكي، بمعزل عن هذا الموضوع، هذا مرسوم عليه شبهة مالية وصلت على أوروبا.
تمام، هيدا من دفعه 50,000 وهيدا 100,000 على الرغم من انه نفوه. انا برايي ما في دخان من دون نار. ما في دخان من دون نار. وبالنقطه الاخيره والاساسيه انه معظم هول الاشخاص اللي مقدمين طلبات تجنيس هن بيدوروا بفلك النظام السوري. بعدين خلينا نروح على البروسيجر المضبوطه. هيدا المرسوم ببلش من وزاره الداخليه، بينعمل دراسه امنيه، وزير الداخليه بيمضي على المرسوم، بيحوله لرئيس الحكومه، وهي بدوره بتحوله لرئيس الجمهوريه. انما اليوم شو اللي صار؟ عم نحكي عن العكس. وزير داخليه ووزير حكومه عرفوا انه في مرسوم من القصر. طب هيدا مين بيتحمل مسؤوليته؟ هيدا الموضوع، هيدا مش ضرب للقوانين وللدستور؟ نحن مش عم نيجي دائما نبرم على الدستور ونبرم حول القانون، بس مش جديدة. يعني دائما بكل العهود معروفة انه باخر العهود بيصير في مرسوم تجنيس وبيمشي. يصير، بس يصير ضمن الاصول. يصير، ما حدا عم يقول ما يصير. نحن منا جايين عم نقول له لرئيس الجمهورية انت ما تطلع مرسوم. نحن عم نقول هيدا المرسوم عليه شبهة، وكان رئيس الجمهورية أولى فيه إذا ما بده يكون عليه شبهة يخلي هالمرسوم يروح بالبروسيجر اللي هو لازم يتم اتباعه ضمن الأنظمة المرعية الأجراء بالدولة اللبنانية. صحيح؟ طيب، هيدا الصراع المقاتل باسيلة إذا بصح التعبير تحول إلى تقريبا رص الصفوف السنية، أنتج رص صفوف سنية، وشفنا الرئيس نجيب ميقاتي استقبل باقة من النواب السنة وحضرتك من ضمنهم. صحيح. كنت حاضر بهذا الاجتماع، ماذا نتج عن هذا الاجتماع؟ هل وصل إلى خواتيم أو إلى حلول أو إلى نتائج مثل ما أنتم بدكم إياها ولا لا؟ أي مبادرة لح تكون لجمع النواب السنة فأنا بعتبرها أنه هي مبادرة إيجابية لوحدة الصف. نحن اليوم بحاجة لمبادرات لوحدة الصف ضمن الطائفة السنية، خصوصي أنه البلد قادم على استحقاقات داهمة ومهمة. عندك اليوم تشكيل الحكومة، عندك اليوم الانتخابات الرئاسية، وعندك اليوم كمان غير موضوع الحكومة والرئاسة، عندك اليوم موضوع جوهري انه نحن علينا ننقذ لبنان وننقله من المرحلة اللي هو عم يعيشها الى مرحلة جديدة.